اهلا بيكم مدرسه كشوك الرسميه للغات، مدرسه الابداع والتغير والتفوق. التنافس جميل، والتنافس جميل جدا، ولما التنافس يبقى بين الطلبه بعضهم يبقى حاجه حلوه قوي. النهارده طالبه جنى محمود عملت مشروع برضه في اللغه الانجليزيه، هتقدمه لنا وتقول لنا قصته ايه وعملته ازاي ومين اللي ساعدها. يلا يا جوب، علي بقى صوتك كده وسمعيني. لا الصوت ده عاوز اعلى. ايشا يبقى هو عايش في الجبال العاليه ومنها جبال الهيمالايز. هي ادابتد، بيتكيف مع البيئه. بيعيش في الجبال وبيتحمل الكتف. صراحة أنا أول مرة أعرف إن في فهد في التل. نو لوبرت. عملتيه إزاي بقى يا جوجو؟ لوحدك ولا مع ماما؟ مع ماما. أنت عملت إيه وماما عملت إيه؟ لا الصوت ده مش تواصل للكاميرا والله. أنت قصقصتي إيه؟ ده؟ سنو. قولوا ورايا يا جماعة، ده إيه؟ سنو. جميل. وادي اللوبرت، وده إيه؟ زي إجلو. مشروع جميل. كلاب هاندز فور جنة. تحت الإشراف مستر إبراهيم الشيخ. باي باي.